أدعوكم لمشاهدة سلسلة جديدة بعنوان عظة المسيح على الجبل. تم تصوير هذه الدراسة حول بحيرة طبرية الجميلة وجبل التطويبات. تعتبر هذه العظة أشهر وأجمل وأقوى التعاليم من أعظم معلم وهو الرب يسوع المسيح. نرى فيها جوهر المحبة ودستور المسيحية لرعايا الملكوت الجديد. إنها خطاب العرش من الملك الكامل يسوع المسيح التي خرجت كلمات النعمة من شفتيه وكان يعلم بسلطان كلمات مؤثرة ومفيدة. إنها قانون السعادة تسمو بالإنسان إلى السماويات وإلى حضور الله. هذه العظة ستكون سبب بركة ومنفعة روحية لحياتك. ترقبوا هذه الحلقات قريباً.